شنو الفرق يا اخويا؟ اخويا انا بس بروح هالموقع. والريحه مشيت داس. هاي الريحه. والله لا حشومه يا شيخ. ام شويه يا صاحبي غتكلف اصاحبي. بنادم كيشوف فيضان اصاحبي وكيدوز. ام شويه الحاج ام شويه عليك. بنادم غادا اصاحبي وخسيت لي الطوموبيل كاع. كيشوف فيضان اش غادي يدز. واش هادي قناة شاب قناة شفتها في مرحبا بكم في البث العاجل مباشرة من مدينة المحمدية فقادوس ديال الواد الحار ها هو فاض هنا على المباشر هنا مدينة المحمدية بالضبط إقامة الأندلس كما كتجيو معنا مشاهدينا الكرام يعني الطريق ولات عامر بالفيضانات الناس مابقاوش لاقيين مين يدوزو في غياب تامن الناس ديال المصالح ديال ليداك باقي لحد الآن ولا واحد ولا مسؤول جا شاف هاد البلاصة هادي فكنتمناو من الناس المسؤولين أنهم يجيو ويدخلوا في أقرب وقت ويديروا حل هاد المعضلة هادي راه حشومة وعيب وعار أننا كنشوفو الرايحة الكريهة قادوز ديال الواد الحرفين الدنيا محبوسه في غياب تام ديال المسؤولين فهذه رساله كنتمنوا منكم مشاهدينا انكم تبارطاجوا هذا اللايف هذا على وسع نطاق باش الرساله توصل للناس المسؤولين ديال جبديه المحمديه او الشركه المختصه ديال ليداك باش يجيو ويشوفوا من الحاله الكارثه هذه راه ما يمكنش مشاهدينا الكرام اننا في 2023 وباقي كنشوفوا قادوس مفرقع راه ما يمكنش مشاهدينا الكرام اننا في 2023 وكنشوفوا كارثه واقعه على مدينه المحمديه قادوس فيضان يعني شلال ولا هنايا شوفوا معايا طاكي ولات محبوسه في غياب تام شركه ليداك لحد الان باقي ما جاوش فكنتمناو انهم يجيو ويقوموا عنهم باصلاح يقوموا باصلاح هذه الكارثه هذه كما كنشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه قادوس ديال الواد الحار ها هو تفرقع هنايا كنشوفوا معايا فيضانات الاخوان شاش شاش يعني شلال شوفوا معايا الكارثه فبقاو معنا الاخوان شوف 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 فيضانات الاخوان فيضانات الماء طريق عمرت الريحه خامزه كيحاشاكم الاخوان يعني راه حشومه فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يدخلوا على الخط كنتمناو من الناس المسؤولين انهم يجيو ويجيو من الحاله الكارثه هذه راه حشومه وعيب وعار اننا في 2023 وكنشوفوا قادوس فيض في غياب تام ديال الناس المسؤولين وراه غننظموا كاس العالم الاخوان راه غننظموا كاس افريقيا الاخوان راه من العيب والعار اننا نجيو نشوفو قادوس فرقع هنايا لمدة ازيد من ساعة ولا مسؤول جا صوبو فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يجيو ويديرو حل هاد المعضلة هادي كنتمناو من الناس المسؤولين انهم يدخلو في اقرب وقت ويديرو حل هاد الكارثة هادي راه الناس سقارو بهاد الريحة الاخوان راه واحد الرائحة كارهة شوفو معنا الفيضانات شوف شوفو معنا الاخوان اللي ما شلاش غادي فيضانات الدنيا غرقات الدنيا عامرة ما الناس ما بقاو لاقيين يدوزو الناس اللي ما فين كيشدوا لي منها ما ولاو شادين اليسار بزز منهم فبقاو معنا مشاهدينا الكرام شوف شوف شوفوا معنا الفيضانات شوفوا معنا الحاله الكارثيه اللي كتعيش هذه المدينه هذه شوف 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 فيضانات يعني قادوس هيج الاخوان شوف يعني كنا كنشوفوا يعني ثلاث ايام دابا شفنا ان البحر هاج البحر فاض اليوم كنشوفوا قادوس ديال الواد الحار هو فاض الاخوان قادوس ديال الواد الحار هو فاض فهاد البلاصه هادي على مدينه المحمديه بالقرب من اقامه الاندلس فكنتمناو منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هاد اللايف هذا على اوسع نطاق باش توصل الرساله الناس المسؤولين باش يجيو يصلحوه راه من العيب والعار اننا كنشوفو قادوس مفرقع ولا مسؤول جا شافو راه من العيب والعار اننا كنشوفو قادوس مفرقع ولا مسؤول جا شاف من حال هاد البلاصه هادي راه الناس كيعانيو الاخوان راه الساكنه كتعاني الاخوان راه ولينا كنشوفوا الناس غادي تقارب هاد الريحه الخانزه الاخوان راه قادوس ديال الواد الحار هذا راه ماشي الماء صالح للشرب ها هو فاض هنا لحد الان باقي كنتسناو الشركه ديال ليداك تجي راه باقي لحد الان ولا واحد جا راه ولا مسؤول جا شاف من هاد البلاصه هادي ولا شاف من الحاله الكارثه هادي فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يجيو يدخلوا على الخط كنتمناو من الناس المسؤولين ديال ليداك انهم يجيو يقوموا باصلاح هاد المعضله هادي وهاد الكارثه هادي شوفوا معنا الحاله اللي وصلت لها الاخوان الدنيا عامره ما الفيضانات الناس ما بقاو لاقيين غيدوزو الدنيا عامره تما ها هو القادوس باقي كيتزاد في غياب ديال الشركه المسؤوله غياب الشركه ديال الماء والكهرباء الاخوان باقي لحد الان باقي ما جاوش باقي ما صلحوش هذه الكارثه هذه
فما عرفناش شنو السبب اللي خلى ان القادوسي تفرقع، ما عرفناش شنو السبب اللي خلى ان القادوسي فايض هاد الفايضه هذه كامله. راه الدنيا عمر شمال الاخوان، والغريب في الامر والكارثه الكبرى اننا كنشوفوا بنادم الاخوان غادي بالطوموبيل ديالو غادي بسرعه، ما كيشوفش راه واحد واقف حدا قادوس كيعمرو بالماء ما كيشوف. والكارثه الكبيره اننا كنشوفوا ان الاخوان هنايا كيجي بنادم بالموطور ديالو ولا كيجي يعني كيتمشى فوق هذا، يقدر حوايجو يعمرو، يقدروا حوايجو يتوسخوا يخنزوا ليه بهاد الريحه ديال الواد الحار. فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يتدخلوا في اقرب وقت ويديروا حل هذه المعضله هذه. هذه رساله الناس المسؤولين ديال جماعه المحمديه، كنتمناو انكم تدخلوا وديروا حل لهذه الكارثه هذه. راه حشومه وعيب وعار اننا ولينا في 2023 في جماعه حضاريه في مدينه المحمديه كنشوفوا قادوس فايض الازيد من ساعه والمسؤولين ما مسوقينش الاخوان. قادوس مفرقع الازيد من ساعه وانا مسؤول جشاب من حال هذا القادوس هذا. شوفوا معنا الطريقه الاخوان كيتحبسات. فيضانات الاخوان والمباقي كيتزاد. فكنتمنوا من هاد الناس هادو باش يجيو يدخلوا في اقرب وقت. كنتمنى من هاد الناس هادو باش يجيو يقوموا باصلاح هاد القادوس هذا. راه حشومه وعيب وعار اننا كنشوفوا قادوس مفرقع فايض بهاد الدرجه هادي وانا مسؤول جا حيدو. راه حشومه اننا ولينا كنشوفوا وسط المدينه القوادس كيتفرقعوا الاخوان. راه حشومه ولينا كنشوفوا القوادس هنا مفرقعين الاخوان ولا يعني الناس مسؤولين ما عرفناش واش عارفين القادوس مفرقع هنا، ما عرفناش واش الناس على علم بلي واحد القادوس كاين هنا مدينه المحمديه بالضبط هنا حدا الواد حدا الواد المالح. ها هي القنطره الاخوان كتشوفوا فيها، ها القادوس مفرقع الناس كيدوزوا، المسؤولين ما عرفناهمش واش عارفين ولا لا. فكنتمناو انهم يجيو يشوفوا من حال هذا القادوس هذا. كارثه الاخوان كتشوفوا معنا، كارثه الاخوان والناس ما لاقيين من الدوز. شوفوا معنا الاخوان الفيضانات، هادشي غير ساعه الاخوان، فما بالك الى هذا القادوس هذا بقى الواحد مده 3 سوايع ولا 4، يعني هذا غيزيد 3 سوايع ولا 4 الطريق غتحبس، غنوليو في الفيضانات الاخوان. اشو دابا اخوان الحاله اللي فيها حنا دابا، شوفوا المعاناه اللي كنعانيو منها، شوفوا المعاناه اللي كيعانيو منها ساكنة مدينه المحمديه. حشومه وعيب وعار اننا في 2023 جماعه حضاريه وكنشوفوا قوادس مفرقعين، كنشوفوا قادوس ديال الواد الحار فايض ولا مسؤول جد عاود جد جاهد الاخوان، يعني القادوس جاهد الاخوان. شو كيولى دابا؟ يعني دابا تجاهد فاض، يعني دابا صافي الاخوان، يعني راه غادي كيتجاهد، راه غادي هاد القادوس هادو كيتجاهد لحد الان. كما قلنا انا غير ملي طلقنا هاد اللايف هذا لدابا راه غادي كيتجاهد الاخوان والقادوس باقي كيتمجهد. عاد شوما الاخوان الدنيا فاضت ما الدنيا غرقت بالماء في غياب تام ديال المسؤولين ديال مدينه المحمديه. ما عرفناش واش ان جميع الاحياء كيطراو فيهم هاد الكوارث، ما عرفناش واش حتى في باقي المدن المغربيه كيطراو هاد المصيبات، هاد الكارثه ديال ان قادوس كيتفرقع لمده ازيد من ساعه ولا مسؤول جا شاف من حاله، ولا مسؤول جا وقام بالاصلاح ديالو، ولا مسؤول جا وشاف غير واش ان بصح قادوس تفرقع في هاد البلاصه هادي. شوفوا معنا الاخوان بلا ما نتكلموا على الرائحه الكريهه اللي كاينه هنا، بلا ما نتكلموا على الريحه اللي ما يقدرش الواحد انه يشمها. شوفوا معنا الاخوان مصيبه كارثه بما تحمل الكلمه بمعنى. فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يدخلوا في اقرب وقت، كنتمناو من الناس المسؤولين انهم يمشيو ويشوفوا من حال هذه المعضله هذه، كنتمناو من الناس المسؤولين انهم يصحوا الضمير ديالهم ويجيو يصوبوا هذه الكارثه هذه. راه فضيحة بما تحمل الكلمة من معنى. الريحة كانت زينة الإخوان. فما فهمتش أنا يعني بعض الناس الله يهديهم كتشوف غادي طوموبيلتو كيوصل حتى الضايا ما كيشوفش واحد واقف كيكسيري ما كيقول لا اسمح لي لا والو غاديين. فبنادم ما راه الله يحفظنا وصافي الإخوان الله يلطف بينا. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشرة من مدينة المحمدية فقادوس تفرقع هنا مدينة المحمدية يعني في قنطرة كما قلنا القنطرة ديال الواد المالح. ها هو قادوس يعني تفرقع وفاض هنا في هذه البلاصة هذه لحد الآن. يعني قلنا أن فيضانات ولات هنا شوش الما فاض غياب تام ديال المسؤولين. شوفوا معنا الإخوان الحالة الكارثية، شوفوا معنا المعضلة الإخوان، كارثة كتعيشها الناس اللي ساكنة في مدينة المحمدية، كارثه الاخوان. فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يقوموا باصلاح هذه الكارثه هذه، كنتمناو من الناس المسؤولين انهم يجيو ويصوبوا هذه المصيبه. راه الناس كتعاني، راه الناس مقاتله قايمين الدوز
الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نكتفي بهذا القدر على امل نلقاكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.